مصر بتعتمد أكبر موازنة في تاريخها، يعني موازنة العام المالي 2019-2020 بنودها واضحة جدا للمصريين، وفي تفاصيل أكثر وضوحا ما كانش بيبقى فيه آلية للاطلاع عليها. دكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية في أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. وصل إجمالي الاعتمادات المالية المقررة للقطاعات دي 682.5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020. هنشوف تفاصيل أكتر عن هذه الموازنة وأكبر موازنة في تاريخ مصر، كيف تسير بنودها. أكبر موازنة عامة لمصر دخلت حيز التنفيذ، وتم تحويل المخصصات المطلوبة للجهات المختلفة مع مراعاة ترشيد الإنفاق العام وتوفير أي اعتمادات إضافية لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا، مع زيادة الاستثمارات الحكومية لإعادة دورة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنفيذ المدفوعات من خلال منظومة الدفع الإلكترونية وطلبات التعزيز على GFMIS، والإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير لعدم مخالفة المواعيد والاستحقاقات الدستورية، وإعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مجلس النواب. تشهد الموازنة الجديدة تطبيق الإدارة الإلكترونية للموازنة، والتي تتضمن كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف، مع إصدار بيانات لحظية دقيقة عن الأداء المالي للهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ، وإغلاق الحسابات الختامية في آخر يوم للسنة المالية المنتهية. الموازنة الجديدة تعمل من أول يوم من العام المالي الجديد، مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة، أمر يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطن في شتى القطاعات. من الأمور اللي تحسب كمان من إنجازات مجلس النواب الحالي هو فكرة أنه تطبيق بنود الموازنة، أو تفعيل فكرة أنه كيفية الاطلاع على بنود الموازنة والموازنة التطبيقية. احنا كان معانا ضيفة كريمة، يعني النائبة سيلفيا، كانت تشرح لنا قد إيه أنه ما بقاش بس أنه حجم إنفاق على بنود محددة، لكن كمان آلية الإنفاق، إيه العائد من هذا الإنفاق. دي الطريقة اللي بتشتغل بيها الحكومة المصرية في تحديد الموازنة في الوقت الحالي.